آلاء، ودي شيماء الراعي الرسمي للمناسبات عندنا. قلت لها يا شيمو بعد إذنك المرة دي عايزاكي تحطي لي جليتر كتير في وشي، بحيث إن اللي يشوفني الجليتر يشوشر على رؤيته ما يشوفش هالات السوداء. أوكي. وبعدين قلت لها ولا أقول لك أنا غيرت رأيي، حطي لي ألوان هادية كده، ألوان بهتان. قالت لي ولا أقول لك اسكتي، قال أنا عارفة أنا بعمل إيه. قلت لها أوكي يا شيمو، أنت أضرب شغلك يا ماما. وبعدين هنا بدأت تحط لي كريم ترطيب، وبعدين سرحت لي حواجبي بالفرشة دي كده، وبدأت تحط فوق عينيا حاجة كده لونها ابيض. قلت لها شيمو انا عارفه انت بتحطي ايه، انت بتحطي كونسيلر مظبوط. ما ردتش عليا وجابت البيوتي بلندر بدات تدمجه كده زي ما انتم شايفين، وجابت شويه دقيق حطيتهم فوق عينيا، وبعدين جابت باليت شبه الوان المايه اللي كنا بنلعب بيها واحنا صغيرين، وفرشه، وبدات برضو تلعب فوق عينيا كده زي ما انتم شايفين. وبعدين قعدت تفكرني بقى وتقول لي فاكره لما عملت لك ميك اب فرحك، فاكره يوم فرحك يا لا؟ قلت لها يا شيماء بلاش ايه نفتكر اليوم ده، افتكر لنا حاجه عدله. وهنا افتكرتها تخزق عينيا بصوابعها، وبعدين اكتشفت ان هي الحمد لله بتعدل حاجه يعني. وبعدين جابت البتاعه دي وبدات تظبط حاجه كده. والله نفسي اقول لكم هي بتعمل ايه بس انا مش فاهمه. حسيت بقى بجليتر، قلت لها انت بتحطي جليتر مظبوط؟ قالت لي مظبوط. قلت لها كتري، قالت لي يلا بقى نحط الكحل. قلت لها لا انا بخاف. قالت لي ما احنا لازم نحط الكحل. وبعدين قامت ايه ماسكه لي دماغي كده، قالت لي زبطي لظبطك، وقامت ايه مكتفاني ومحطه لي الكحل بالعافيه. وبعدين جابت قلم فلوماستر بدات تحدد لي عينيا بالشكل ده زي ما انتم شايفين. وهنا بقى جابت انبوبه كده شبه الامير، وبدات ايه تحط على وشي كده، ده الظاهر ايه عشان يعني يلزق عليه بقى كل ايه الطبقات بقى والمونه اللي هنحطها فوقيه. وهنا بدات تحط كريم الاساس، دمجنا بقى كل ده في بعضه. وبعدين جابت شويه جبس ابيض كده ثبتت بيه الاساسات، وجت بقى مرحله الرموش، ركبت لي الرموش. وبعدين بدات تعمل ايه بالمسكره كده رموش مع الرموش اللي مركباها، بحيث ان يبان كانه كله رموش يعني. ويا ريت طبعا الرموش اللي فوق ما تنسيناش اهميه الرموش اللي تحت. هنا بقى جت مرحله الهايلايتر، الهايلايتر ده كل اهميته في الحياه يعني، اللي يشوفني يقول لي منوره يا الاء، اقول له والله العظيم ده مش نوري ده نور الهايلايتر. شكرا يا شيمو، ربنا ينور طريقك دنيا واخره يا رب. وبعدين هنا بقى بدات تعمل لي بقي، قالت لي الاء تحبي انفخ لك شفايفك يعني اكبر لك بقك؟ فانا قلبتها في دماغي كده، قلت ايه ما لو شيماء نفخت لي شفايفي فدي هينفخني انا شخصيا، فمالهاش لازمه يعني النفخ ده كله، مالهاش لازمه. هنا كنت هموت وهرش في عينيا، قلت لها يا شيماء بقى انا مش قادره معلش بعد اذنك ههرش، واللي يبص صلحيه. اوكي. وبعدين بدات اهرش هنا برقه شديده جدا، رغم ان انا ما كانش نفسي اعمل كده خالص، كان نفسي ادعك عينيا. بدات هنا تحط لي الروج دي الطبقة 19 تحطها في الروش. وبعد ما خلصنا ميك اب شيماء حطت لي طوق الورد ده، وقالت لي ان هي اللي عاملاه بايديها، عملته لي هدية للعيد الميلاد. ميرسي يا شيمو على الهدية الجميلة. وهنا التاتشات الاخيرة بقى في الميك اب، الله على جمالي ورقتي، الله على شياكتي وطليتي، بصراحة حاجة قمر قمر قمر.